سلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك. فهذا يحثنا، والإمام روحي له الفدا يبين لنا أنه منذ الصباح إن كنت صائما فعليك أن تلتفت إلى سمعك أي الأشياء يسمع، وإلى بصرك إلى أي الأمور يبصر، حتى تكون لديك عبارة عن فلترة للأمور المحرمة فتجتنب عنها، والأمور الصالحة فنعم تنجذب نحوها، وهكذا يكون شعرك وجلدك وجميع الجوارح تكون هي عبارة عن أعضاء مطيعة لله سبحانه وتعالى. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.